التواصل مستمر والحبروت بطل هذه الانطلاقة أشواط الصعوب. شكرا يا حمد، شكرا يا مضمرنا، شكرا يا كابتن الخوانيج على هذا الحضور. وجود مورنينج ما شاء الله، جود ناموس مع الشاهيرية، دقيقة وخمسين ثانية توقيتها مميز ما شاء الله في انطلاقات الصعوب. وشوطنا الثاني في مجموع هذه الأشواط يبقى هو الشوط الأول الرئيسي للجعدان الصعوب. إلى أين سوف يغادر؟ على وين بيذهب؟ ما شاء الله، هذا عاد علم عند الله الخاطري، الخاطري اللي يستفتح إذاعتنا ما شاء الله. سالم بن حسين بن محمد الخاطري ما شاء الله، النقلة على المركز الثاني. هناك اللي في المركز الثاني بن برقع، هناك بطي بن حميد بن برقع ليجتمي مع شاهين، وثالث المراكز أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب يقدم شاهين. بينما اللي في المركز الرابع أيها الإخوة، اللي في المركز الرابع سيد مع سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي من يقدم سيد. هكذا كانت نتيجتنا يا جورج. جورج ما شاء الله، حتى اسمك مش عادي يا الخاطري، حتى اسمك مش عادي يا الخاطري، ما شاء الله تبارك الرحمن. سالم بن حسين بن محمد الخاطري المركز الثاني، اللي في المركز الثاني مع أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب. يا بن غريب، يا بن غريب، وين الموقع؟ ثالث المراكز أيها الإخوة، هناك بطي بن حميد بن برقع، ولكن اللي واصل بن غرير، اللي واصل بن غرير باحث عن الناموس بن غرير، عبد الله بن سعيد بن غرير الاجتبي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا. الله يا أبو أحمد، يا صباح الخير يا أبو أحمد، يا صباح الخير يا بن غريب، يا بن غريب ولا الخاطري، بن غريب ولا الخاطري. جورج أيها الإخوة ما يرضى إلا بالمركز الأول. How are you George؟ Good George، Good morning George أيها الإخوة. هنا بأول الانطلاق الجميل والمميز، سالم بن حسن محمد الخاطري المركز الثاني، أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب المركز الثالث، عبد الله بن سعيد بن غرير الاجتبي، وبن برقع رابعا. التوقيت ما شاء الله دقيقة 49 ثانية، التوقيت الأفضل 56 جزء من الثانية في انطلاقات الصعوب. شكرا يا جورج على هذا الحضور، شكرا يا الخاطري على هذا الناموس الجميل. سالم بن حسن بن محمد الخاطري.